تعالى نخش نعمل نقسي صوص طماطم نسيبه يتسبك عشان نستفيد منه للباميه، ونخش بعد كده في حلقه المحشي وموضوع الملوخيه ده بعدين، وعندي كمان ان شاء الله بتنجان مخلل او بتنجان مقلي في النهايه ان شاء الله بحركه. اكله مصريه لان احنا يعني هي ما فيش حد بياكل الاكله دي غير ما يكون معاها كل حوايجها. يعني ايه؟ يعني المحشي لازم له حبه الملوخيه، وطاجن الباميه بيتعمل احيانا، اقول لكم الصراحه بقى، احيانا بتعمل النهارده ما يتاكلش النهارده، مش شرط يتاكل النهارده، بتاكل تاني يوم. المسقعه والباميه الاصول بتاعتها تاكل بايته. هتقول لي ما بحبهاش بايته، اقول لك ما بتحلوش غير بايته. ليه بقى يا شيف؟ هتكلم معاكم واحنا شغالين واحده واحده برضه. طب ليه بقى ما بيشتغلش معانا وهي بايته غير هي بايته؟ طعمها بيبقى حلو، وطعمها كمان تحس ان صلصه الطماطم بدات تخرج فيها او تتسبك منها فيها كده، بتحس ان في طعم حلو جدا، هو ده المطلوب. طيب ايه الموضوع؟ عايز اجيب عندي حله، بسم الله الرحمن الرحيم، لطيفه جدا كده، سنه زيت الاول. حلو، سنه الزيت دي هعمل بيها حبه ايه بقى؟ حبه صلصه حلوين يمشوا معايا الطبخه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بصل، وعندي كمان ثوم، وعندي معلقه زبده بلاش سمنه زيتي، يبقى الزبده على الزيت. حلو الكلام. وهجيب عندي البصلايه بتاعتي، بسم الله، تنزل نيف نيف كده مش كتير، وفص الثوم او معلقه الثوم المفرومه تنزل معاها برده نيف نيف. كلمه نيف نيف يعني مش عايز احرق الحاجه او اشوحها كتير. بص كده، ده لايه بقى؟ للباميه. طيب هبدا اخد تقليبتين حلوين كده واظبط اموري. بسم الله، احس الحاجه بدات تبقى يعني باينه معايا كده، امورها بدات تبقى شغاله زي الفل. بعد كده هبدا احط الصلصه واظبط اموري، واحده واحده نشوف الحكايه ماشيه ازاي. دي للجزئيه دي. طيب وبعدين يا شيف، والله بقى تعالى نخش على اللي بعده. هنعمل ايه بقى في المرقه دي؟ انا هشتغل بيها النهارده، هاخد اللي انا نفسي فيه كله. حلو الكلام. وبعد كده هتبرد، هقسطها على اكياس ثلاجه اللي عندنا في كل حته دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل اسبوع لو عايز كيس مرقه يطلع كامل زي الفل متصفي وزي الفل، يفك براحته حطه في الحله انسى. طيب شوف كده المنظر ده، ركز معايا، مصفى مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. واجي عندي، بص مرقه الكوارع، هي يعتبر مرقه الكوارع على فكره من هي بواسير. بص المنظر عامل ازاي، انزل بيها كده. بسم الله، بص الدسامه بتاعتها عامله ازاي، ركز معايا يا حسام. الحبه اللي على وشه شايفهم، شايف الدسامه؟ الله اكبر. وانزل بالمرقه دي حلوه دي على فين؟ على الباميه، وسيبها تخرط مع نفسها ان شاء الله. لازم نصفي كل حاجه عشان ما يبقاش ايه في اي شوائب احنا مش محتاجينها. وارجع تاني، بص منظر المرقه عامل ازاي، صوص الطماطم راح لفين. طب هتعمل ايه تاني؟ اقول لك ولا قبلين، هسلق فيها الباميه بقى. انزل بالباميه دلوقتي تستوي، تستوي جواها وتتسلق. بسم الله كده، شايف الملامح؟ الله اكبر. طب وبعدين يا شيف، اقول لك ولا قبلين، عندي حمص. الحمص ده هيفرق كتير جدا، والتست مختلف لو حبينا، ما حبيناش برضه براحتنا، بس هو هو هتلاقي فيه طعم حلو جدا فيها. بص المنظر عامل ازاي. طب وبعدين يا شيف هنعمل ايه؟ بقول لك ولا قبل، احنا مبهرين ومظبطين وكل حاجه، تعالى ما نقفل الطاجن ده وننساه فين؟ في الفرن. نجيب طاجن حلو كده حالا عشان ده سخن جدا ومسخنه من بدري، وهنعمل لكم حركه حلوه ان شاء الله تعجبكم. لكم حالا تركليني او حاجه. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ركز معايا، الطاجن سخن جدا، ركز معايا ماشي الكلام. هحط عندي كده تاتش سمنه، خدت بالك؟ كاني بعمل طشه، طشه بسيطه جدا، سن الكزبره الناشفه شايفها، فص ثوم ناعم جدا. تمام حلو يا فندم. حلو، تعالى معايا هنا على جنب بس كده عشان اوضح لك كل حاجه. حلو الكلام ده. يبقى بس ايه، الطاجن يسخن كمان سنه عشان عايز اخلي ايه، اسمع هنا ده، بص كده اللي بيحصل في الطاجن. بعملها طشه وهقفل دلوقتي الطاجن وراح بدخله الفرن وانساه. سيبه بقى نص ساعه ساعه وقت ما ياخد وقت، بس خليه على نار هاديه، انا واخد اللي عايزه كله. بص سخن بس التوميه دي، بدات تقول، خدت بالك؟ عشان مش هطلعها على الفاضي. هو كان ممكن يكون الطاجن اسخن من كده، لو سخن اكتر من كده يعني كان ندي طشه معايا. ان شاء الله ممكن احط طاجن تاني وانا شغال دلوقتي، اسيبه جوه في الفرن ياخد وقته عشان الملوخيه. اهو سيب ده للملوخيه في الفرن كمان شويه، هنشوف حكايته ايه. طيب نرجع تاني، الطشه بدات تقول معايا يا فندم. اهي الحاجات دي سهله وممكن نعملها او لا، بس تفرق معاك في ايه يا شيف؟ بتفرق في الطعم، بدي تيست كده غير متوقع. بص الملامح راحت لفين؟ شايف الطاجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بس كده، الله اكبر، بس كده، الله اكبر. شايف الحمص المنظر عامل ازاي؟ شوف مفيش حاجه. ورقة ألمونيوم لطيفة، الطاجن بتاعنا زي حضراتكم شايفين مفهوش أي كلام. شوف الملامح، هساوي أموري، قرن الفلفل الشياكة جرنش زي ما اتفقنا، ممكن نشيله في أي وقت، مش محتاجين حاجة خالص غير نقمه كده، ونمسك طرشونة يمين وشمال عشان الدنيا إيه سخنة جدا، ونمسك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ونطلع على فين؟ على الفرن حالا في أرضية الفرن. شايفها يا فندم؟ بسم الله. يا اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله، معلش. طيب زي ما حضراتكم شايفين المحشي خلصان، هتكلم عليه معاكم حالا، البتنجان خلصان، الملوخيه طبعا خلصانه، هنا طاجن الباميه كنت بكلم حضراتكم، وده مش يعني ما حدش يسمع كلامي لو مش حابين ناكل النهارده طبعا، ولا كلمه من هنا والشفا شكله باين، بس انا قصدي لو يعني حابين الموضوع اكتر يبقى اطعم واطعم، فكروا في اللي قلته، ممكن ناكله بكره يبقى طعمه جامد جدا. تعال بص، فاكرين معلقه السمنه اللي حطيناها على الوش؟ هي دي، شايفها؟ شوف عامله ازاي؟ طب انا عايز اشيلها مش حاببها. هقول لكم معلومه حلوه جدا لو حبينا، معلومتين كمان مش معلومه واحده، ليمونه طبعا. وشفت بقى كمان انا من امهاتنا في بعض الكرة بيعملوا الباميه دي مش بالفلفل الحار، بيعملوها بايه يا شيف؟ بيعملوها بورق الفلفل السبايسي، ورق الفلفل الحار هم بيستخدموه في الباميه، بيبقى شيء غير طبيعي. ورق الفلفل بيبقى كمان سبايسي او حار اكتر بكتير جدا من ما احنا نتخيل. بص بقى كده يا فندم، ايه رايك في الكلام ده؟ بص المنديل ده، شوف بعمل ايه، شوف. وبعدين ولا قبلين زي ما حطينا المنديل، نرفع كده، شايف المنظر؟ بسم الله، بس سخنه ماشي خلاص، كفت. اجي اقلب بقى واشوف الحكايه، الحمص ايه حكايته؟ جربوا والله العظيم، يعني انا مش بحب اشكر في اكلي بس جربوا، قرن الفلفل كل حاجه باينه، بالهنا والشفاء لحضراتكم. اخر الكلام ده مهم جدا قبل اي حاجه في الدنيا، عصره الليمون اللي هتنزع اي دهون على وش الطاجن، اي خضار. بس كده متشكرين، وده على طول يطلع على المائده. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي البطاطس. البطاطس سيبها شويه جوه، فاضل لها حبه، لو تمام تمام، مش تمام نسيبها شويه برضو. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم، شايف الكلام؟ سيبها شويه لان هي لسه ما استوتش قوي. انا فاضل تمام، انا ممكن اطلعها اغرف بيها الطبق ونختم بيها الحلقه، بس انا شايف ان احنا يعني نبقى اوضح، انا شايف ان هي تستوي شويه مفيش اي مشكله خالص، نسيبها وبعد ما تستوي تتشرب تبقى طالعه زي الفل ان شاء الله. اسف جدا في المقاطعه، انا اسف. المرقه دي لسه كنت بكلم مع زمايلي في الفاصل، احنا بعد ما نخلصها حلو نكمل سلق كمان دي، مش دي احنا خلصانه لو حضراتكم فاكرين، فاكر دي؟ دي اللي اشتغلنا بيها، ودي اللي كان احنا عملناها بحرقه باول الهواء. ايه اللي عرفك يا شيف؟ لا باينه حتى التوب، بص الحاجات لسه على وش، لما تاخد الخلاصه تسقط كلها بقى وتبقى مستويه جدا، هنضم الاثنين مع بعض، هنرمي كل حاجه مش عايزينها، العظم خلاص خدنا منه الخلاصه وظبطنا امورنا، وهنقفله في اكياس بلاستيك وهنشيله في فريزر، وهوريكم ان شاء الله مع بعض في اول الحلقات اللي جايه وافكر حقكم بالموضوع. على ما اعتقد كده امورنا سهله وبسيطه. النهارده كان معانا اكل جميل جدا، اتمنى يكون عجب حضراتكم، الملوخيه والباميه والمحشي والبتنجان، هو ده اكلنا. عايز بقى عيش محمص ونتكلم، بالهنا والشفا، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.